على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه. أحب أن أجدد بدوري الشكر الجزيل للسيد رئيس الجامعة وللسادة العمداء وللسادة المشرفين على تنظيم هذه الندوة الطيبة التي ستتيح لنا فرصة استرجاع جانب من ذاكرة هذه المدينة الجميلة والرائعة والمقاومة ومساهمتي في هذه الندوة ستكون مختصرة بحكم الوقت المخصص لي وسأركز فقط على بعض النقاط التي إن شاء الله ستقرأ مفصلة حين ينشر المقال. مسألة التواريخ المحلية وعلاقتها بالتواريخ الأدبية. أحب أن أذكر بمسألة أساسية وهي أننا في المغرب لحد الساعة لا نتوفر على كتاب لتاريخ الأدب المغربي إلى يوم الناس هذا مثلا أو على الأقل إلى فترة قريبة، ولعل كتاب الأستاذ عبد الله جنون يبقى المرجع الأساسي في هذا الباب ككتاب سعى وبجهد شخصي إلى التأريخ للأدب المغربي، وكما تعلمون فقد كتب الكتاب في سياق خاص فيه من جهة الرد على الأطروحة الاستعمارية المتعلقة بالظاهر البربري، وفي الشق الثاني فيه أيضا جواب ورد على رأي الإخوة المشارقة في المغرب وفي الثقافة المغربية. تلته كتابات أخرى ولكنها لم تستطع أن تفي أو أن تطور هذا المشروع التأريخي الأدبي لتشمل كل المناطق المغربية وكل التراث الثقافي المغربي، وهذا هو معذور فيه ونعرف أسبابه. هناك كتابات مهمة جدا نعرفها جميعا أيضا، نذكر منها مثلا كتاب المعسول للأستاذ محمد المختار السوسي، لولا ذلك الرجل بذلك الجهد الشخصي أيضا الذي تنأى بحمله المؤسسات أن تعرفنا على إنتاج العلمي والثقافي والإبداعي لعلماء وأدباء وفقهاء سوس وغير ذلك، لولا ذلك كنا سنفقد ذاكرة مهمة من هذا الوطن العزيز. هناك كتاب الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام والذي أرخ لمراكش وأحوازها، وهو كتاب جليل كما نعلم وتعرفنا من خلاله أيضا على كثير من الأمور. هناك كتاب عبد الرحمن بن زيدان كتاب الإتحاف، وهو أيضا أرخ لمكناس كعاصمة وأحواز مكناس. كتاب تاريخ تطوان مثلا للفقيه داود والذي أرخ لتطوان وأحواز تطوان بمعنى شمال المغرب تقريبا بكامله. هناك العبد الكانوني، هناك أعلام حاحة، هناك مؤلفات كثيرة لسعت إلى التأريخ للثقافة والأدب على مستوى إقليمي، وهذا عمل كان ينبغي أن يؤسس عليه في كتابة تاريخ أدبي مغربي يتسم ببعض الشمولية، ولكن للأسف الشديد هذا لم يتم. هناك جهود جامعية أكاديمية عبارة عن أعمال جامعية لازالت في الرفوف، ساهمت بجزء معين في هذا العمل ولكنها تبقى أعمال فردية ذات طابع جزئي لا يرقى إلى مستوى العمل النسقي المتكامل الذي يحمل رؤية معينة لتاريخ الأدب في المغرب. لن أطيل في هذا الموضوع. بالنسبة للتواريخ المحلية للأسف الشديد لا نهتم بها كثيرا لأسباب بسيطة. أولا، مصادر التأريخ لهذه المدن أو المناطق محليا عادة ما نجد
وثائقها أو مصادرها عند عائلات معينة، وحينما نطرق باب هذه العائلات عادة ما نواجه بالصد، اعتقادا منهم بأنهم يتوفرون على ذخيرة خاصة وبامتياز معين أو إلى غير ذلك، ولا يمدون أو لا يساعدون الباحثين في الولوج إلى تلك المصادر، وهذا يحرم تلك الأسر ويحرم المنطقة ويحرم باحثيها من القيام بالأعمال الأكاديمية التي ينبغي أن ينهضوا بها خدمة للثقافة المغربية وللأدب المغربي ولتاريخ المغرب بصفة عامة. فإذا هذا عائق أساسي عشناه مرارا وتكرارا وفي مناطق مختلفة، إلا من رحم الله من بعض العائلات التي يتسع صدرها لاستقبال الباحثين وتمدهم بالوثائق الضرورية. لن أطيل في هذا الموضوع لأنه متشعب في مجالاته، وأريد أن أقول بأن مساهمتي الأساسية في هذا الموضوع هو الكشف أو تقديم وثيقة أساسية بالنسبة لي لمنطقة دمنات، يتعلق الأمر بمخطوط فريد يوثق لحادثة تاريخية لم أجد لها حضور في المصادر التاريخية المغربية، والحادثة تتعلق بصراع وخلاف كثير ما يقع بين القبائل، قبائل المنطقة، وتحديدا بين قبيلة فطواكة وقبيلة ولتانة، وهذا صراع كان دام لمدة طويلة وأزهقت فيه أرواح، يقول صاحب النص ربما أكثر من 50 نفر اللي توفوا وأورقت دماء إلى غير ذلك. وكعادة السلطان المغربي في مثل هذه الحالات في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، نحن نتحدث عن القرن 18، أوفد ممثلا له كوسيط بين هاتين القبيلتين، لأن ذلك الصراع سينعكس، بدأ يؤثر على مجموعة أخرى من الأمور. هذا الشخص الذي أرسله السلطان لم يكن شخصا عاديا بسيطا، هنا ندرك خطورة الموضوع وخطورة ما كان يجري من صراع بين القبيلتين. بعث برجل كان كاتبا من كتابه الخاصين، وكان أيضا رجلا دبلوماسيا سفيرا، وكان أديبا وشاعرا وفقيها، وهو أحمد بن المهدي الغزال الفاسي الأندلسي إلى آخره. حينما جاء الرجل ليستكشف ما هو موجود بين القبيلتين، كان باختصار من المتصلين به ومجالسيه ومحاوريه رجل يسمى عبد الله بن حمد بن محمد بن عبد الملك الدمناتي من بني القاضي اليحيوي، أنتم أهل المنطقة ربما تعرفون هذه العائلات وهذه الأفخاد إلى غير ذلك. هذا الرجل بدوره لم أعثر له على ترجمة في حدود ما بذلته من جهد، وفي حدود الاستشارات العلمية التي قمت بها مع الزملاء والأصدقاء الباحثين لم أقف له على ترجمتي، بمعنى رجل غير معروف بالنسبة للمصادر التاريخية ونكرة، ولكن حينما نقرأ ما كتبه النص الذي خلفه صراحة ننبهر، كما انبهر أحمد بن المهدي الغزال نفسه، كان يعتقد بأنه هنا في أعالي الجبال سيجد ناس بسطاء لا علم لهم لا ثقافة لا إلى آخره، ولكنه وجد أمامه رجل أولا مطلع على الثقافة المغربية وعلى علم بما ينتجه الغزال نفسه، بحيث طلب منه أن يعيره مؤلفاته وقد فعل إلى غير ذلك. هذا النص فيه شقين، الشق الأول توثيق الحادثة التاريخية بتفاصيلها وهي طويلة، والشق الثاني هو النص الشعري الذي أبدعه هذا الرجل الدمناتي معارضة
لنصوص شعرية للغزال، وهي نصوص على كل حال فيها اجتهاد وفيها إبداع كبير. فهذا النص أحببت أن يكون هو موضوع هذه الندوة المباركة. تمنيت لو أنه يطول الوقت، ربع ساعة لا تكفي لأقرأ عليكم شذرات منه، ولكنني سأكون أمام الوقت الذي لن يسعفني في ذلك. باختصار شديد، هذا تاريخ، جزء من تاريخ هذه المنطقة، جزء أصل من تاريخها وذاكرتها الجماعية المشتركة. وهذا النص أيضا هو وثيقة ستساعدنا على فهم كثير من القضايا التي كانت تدور في هذه المنطقة زمن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، واللي جميل أنه لا وجود لإشارة إلى هذه الحادثة في هذه المصادر، بمعنى أنها هي الوثيقة الوحيدة التي أشارت إلى هذه الحادثة وأرخت لها ووثقتها، وهي تستحق بأن تنشر وأن تعرف بين الباحثين والمؤرخين. إذن لا أطيل، هذا هو عام ذو المحور. إن شاء الله سينشر المقال ويقرأ مفصلا، ونعود لربما يكون موضوع مناقشة. للأستاذ محمد وهابي، أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أساسية سأتجاوزها في أعراف تسيير اللقاءات. الأولى هي الثناء على المداخلات، لأنني أمام أساتذتنا في الجامعة المغربية. والثانية الشكر المتكرر، فشكرنا وافر وموصول للأساتذة المشاركين. والثالثة هو التذكير بالمحاور والأفكار التي ستذكر في المداخلات. سأتجاوز هذه الأعراف وألتمس من باقي المتدخلين من أساتذتنا ومن زملائي أستاذ طارق وكذلك السي أحمد أن يلتزموا بنفس الوقت الذي التزم به الأستاذ الوهابي حتى نتمكن من الانتقال إلى الجلسة الثانية. الكلمة مباشرة للأستاذ أحمد عمالك من جامعة شعيب الدكالي بالجديدة في مداخلة بعنوان تقديم كتاب الرحلة الحجازية لمحمد بن أحمد أغجدام الدمناتي، فليتفضل الأستاذ مشكوراً.